طب مستقبل ده ايه؟ يعني الامتداد بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ هو التكنولوجيا ملهاش نهايه، احنا كل يوم اب تو ديت، الناس بتشتغل بجد. يعني انا حاليا دلوقتي انا بخترع الجهاز بتاعي مثلا، انا بخترع ان انت تلمس اي حاجه في الدنيا تطلع مزيكا. تلمس اي حاجة في الدنيا تطلع مزيكا؟ يعني لو انت قاعد كده تروح عامل كده تطلع مزيكا كده. لو لمست ازازه ميه تطلع مزيكا، لو حطيت ايدك جوه الميه تطلع مزيكا. وانا معايا البروتوتايب. ولو يعني طبق فول ممكن بس ده يطلع حاجات تانية غير المزيكا. طب انا عندي حاجه جميله كمان. طب ايه رايك، ايه رايك انا حابب ان انا اعمل حاجه جديده مع حضرتك ما حصلتش يعني قبل كده. حضرتك ايه رايك ان انت بفكره ان قلت لي عايز تالف مزيكا؟ طب ما ممكن تالف مزيكا عن طريق الرسم. والله ارسم فتطلع مزيكا؟ طبعا احنا نعمل حاجه ونسميها انا في حاجات عندي هاخدها البيت. في على فكره انا يعني اصدقائي الكتير الحمد لله بيحبوا ان هم لما يجوا الاستوديو بحس ان هم داخلين تويز ار اس مثلا اهو. بالمناسبه في عزومه محشي من زمان فلازم اجي عشان اشوف الاستوديو واكل المحشي. طب انهي فيهم الاهم؟ لا المحشي طبعا. انا هعمل كده. يعني مثلا ممكن نعمل كده اهو، حاجه مثلا هتبقى فاضيه خالص. اعمل نوت انا؟ لا ده انت هتالف حاجه كبيره مش نوته بس، ده انت يعني حاجة عايزك ترسم حضرتك هنا. ارسم اي حاجه، اي حاجه بس من Paint your music here. بالظبط كده بس from here to here. ارسم من هنا لهنا. مثلا اعمل ورده. بص مفيش مزيكا خالص. ها مفيش. بص المدرج فاضي، النوته فاضيه. خلص بقى كده. اعمل مثلا فيس، سمايلي فيس مثلا كده. الله. وبعدين في عين، وبعدين بق، وبعدين مناخير، وبعدين حواجب، وبعدين يبقى لهم شعر كده ينزل هنا كده شعر كده يعني. طيب ممكن نكمل الشخصية عشان يبقى الموضوع أهل. نعمل له رجلين وإيدين. الله. وبعدين يعمل له برضو وش عشان يبقى إيه واضح قوي، ونعمل له بق كده حلو بيضحك. مش عايز ترمي له اي نقطه في الاخر حتى عشان نقفل ممكن نقفل المزيكا بقى. هنا بقى كده سهم بس فوق كده. حلو قوي. صاعد يعني واعد متوعد. طب حاجه جامده قوي. ممكن حضرتك تسمعنا عزفت ايه؟ دوس بلاي وسمعنا عزفت بلاي من هنا. اوكي فين انا دي؟ بلاي. انا غاوي اصلي وتريات. طب انا حابب كمان ان انا ادعو فريق الاوركسترا انه يعزف مع حضرتك. في طبعا يصاحب اللحن الجميل ده. طبعا. طب ممكن حضرتك تحضرهم من هنا؟ فين اعمل ايه؟ دوس على ال HW. HW. قول لهم اوكي انا موافق ان انتوا تلعبوا معايا مزيكا. اوكي. اوكي. طب خليهم بقى اسمع انت، هم هيلعبوا معاك دلوقتي. عايز بقى انا الوتريات والالات النفخ. الات النفخ مهمه جدا. هو في نفخ كتير. نفخ كتير. العب اعمل ايه؟ دوس بلاي. اوكي. السؤال اللي بيطرح نفسه ده، ممكن يلحن اغاني؟ يعني اللي انت بتعمله ده، ما هو يعني انت بقى، يبقى انت المفروض مثلا من اسرع الناس اللي ممكن حد يجيب لك كلام فتعمل له. انا في حاجه بس قبل ما نخلص، احنا المفروض نقول ايه الان؟ انتم مع الموسيقار عمرو اديب. الله. ايه ده، كل حاجه بتتعمل كده؟ انا اعمل برضو من كده؟ طب الان انتم مع الموسيقار عمرو اديب. حاجه عظيمه.